رمى 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 موت ما مات لا مات 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 مات, مات. لازم مرتين الأزرق لازم مرتين اللي خلال الحلقة الماضية عانينا معاه بشكل جدا كبير وما قدرنا نعدي المرحلة اللي كنا فيها. فلهذا تزر لايك اشترك معنا في القناة تفعيل زر التنبيهات وأيضا نبي نوصل ل 21 مليون مشترك فاشتركوا معنا في القناة الحين. فآخر مرة يا جماعة طبعا احنا وصلنا لوين؟ وصلنا ان احنا لازم نروح فوق ونحاول ان احنا نعدي. طبعا وصلنا لمرحلة صعبة جدا 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 فلازم اجي انا الحين وراح يجونا بعض الوحوش اللي لازم اطلق عليهم. بس مشكلتنا ان سلاحنا خربان سلاحنا خربان يا جماعه. تطلق تحت تروح طلقه فوق تطلق فوق الطلقه تروح تحت. دقيقه اوكي اوكي ودع هذا اللي فوق اللي يودع هذا الثاني ودع ايوه عط هذا عط هذا ليتس جو. طبعا عندنا خمس قلوب حلو هذا ودع غيره 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 هذا خليه يروح. هاي يحتاج طلقتين اقرا طلقه واحده طلقه واحده طلقه واحده اوكي. طبعا عندي خمس قلوب بس فأي ضربة تصيدني ممكن أموت. أوكي سباق أربع ضربات ضربة لا رماها 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 بدأ يرمم باقي قلب واحد ودع تكفى تكفى لا رماها خلاص مت رماها ضاعت يا أخي ودع يا جماعة يلا رماها أنا ميت أنا ميت أنا الحين هاي لا خلاص داخل 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 لا ترمي يا الله رماها يا جماعة. السلاح حقي مشكلته أنه خربان ما يطلق في النص مره فوق مره تحت مره تحت مره فوق فهذه مشكله جدا كبيره لازم احلها ونعدي المرحله هذه عشان نجلد الجار الغثيث. فعشان كذا يا جماعه رجعت مره ثانيه وخلنا نحاول اكثر راح نحاول 20 مره صدقوني نعدي. خذ اوكي من اول مره يا ريت يطلق في النص ده اشوف اني طلق فوق يا عمي لا اطلق فوق اطلق فوق اوكي هذا اللي بعده ودع اللي بعده لازم بسرعه لازم اكون سريع لازم اكون سريع هذا ودع هذا ودع غيره 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 وينه وين 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 هني هني هذا واحد هذا ودع غيره بسرعة 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 لهناك طلقاتي يا جدعان طلقاتي 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 لا ما اقدر اطلق عليه ما اقدر اطلق عليه يا جماعة ما اقدر اطلق عليه يلا اخيرا 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 هذا ودع كنت سريع في البداية كنت سريع في البداية باقي قلبين انجلدت بسرعة لا باقي قلب واحد مع اني كنت جدا سريع في البداية الا ان سلاحي خربان يا ريت تعطوني سلاح ثاني والله ما بعدي بس المرحلة هذه يلا 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 يا اخي السلاح يطلق صح اطلق صح اطلق صح تكفى تكفى هذا ودع اذا تحرك معناته ودع اوه نزل الطلقه تحت يا اخي اذا نزل الطلقه تحت يطلق فوق هو يا نزل فوق يودي فوق ينزل يطلق تحت ما اقدر حتى اشرح من زمان الموضوع غريب اوكي اوكي واحد هناك حلو ودع ودع غيره غيره منو وينه وين هذا هذاك فصيده وين اللي بعده اللي بعده هناك حلو صدته لا طلقة فوق صارت تحت خلاص انا قاعد انجلد انا قاعد انجلد ها ضربته ضربته شكلي بموت يا الله ضربته متاكد 100% ضربته بس بعد خسرت والله الجار حاط له جنود اقوياء بزياده شو السالفه اوكي المشكله مو في الجنود المشكله في السلاح ممكن تودع المشكلة في السلاح بس لو يطلق دائما في النص راح نخلص بسهولة هذا هي طلقت عليك اوكي اشوى اشوى هذا هذا لا يطلق هذا يضربنا هذا يضربنا هذا يضربنا اسرع 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 لف بسرعة يا سيد وين اللي بعده وين اللي بعده فوق ستة 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 هذا اللي بعده ودع اوكي ودع ودع المفروض ودع المفروض نودع لا 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 ليش ما اقدر ليش ما اقدر اخلص عليهم؟ طلع صوت باقي قلب واحد يا صعب والله حرام المرحله تكون بالصعوبه هذه قسم بالله قسم بالله حرام تكون بالصعوبه هذه هذا فوق ودع اوكي ودع اللي هناك داخل لازم نكسر دريشه اول صدته صدته كيف قاعد يطلق؟ صدته تكفى اطلق تكفى عطني فرصه عطني فرصه عطني فرصه اوكي اوكي غيره غيره وين 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 هني اوكي هذا راح هذا راح ها قريب مني راح اصيده بسهوله ها وين وين هني اوكي هذا راح بنفوز 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 غيره هذاك هذاك اتوقع صعب هذاك اتوقع صعب هذاك صعب هذاك صعب يلا لا لا سلاحي تكفى سلاحي تكفى سلاحي لا تخرب سلاحي لا تخرب سلاحي باقي لي قلب واحد باقي لي خلاص خسرت خسرت سلاحي سلاحي
يا الله السلاح فجأة يخرب علينا. يا أخي مستحيل، كيف أعدي المرحلة هذه؟ والله مستحيل. المشكلة مطول، يعني لو بث حلوة دي، بث لو كان بس 10. يا أخي سلاح، اطلق صاح اطلق صاح اطلق صاح اطلق صاح. ها وين؟ فوق. أوكي ودع ودع، واحد داخل. أيوة أيوة، قاعد يطلق فوق قاعد يطلق فوق قاعد يطلق تحت قاعد يطلق فوق قاعد يطلق تحت. متنا متنا متنا. اطلق صاح اطلق صاح اطلق صاح، اخيرا. باقي 3 قلوب. انا خلاص ميت، انا ميت انا ميت انا ميت انا ميت انا ميت. باقي لي قلبين، باقي لي قلبين، باقي لي قلبين. لا لا صيدني، لا. اخر قلب اخر قلب اخر قلب. خسرت، مستحيل مع السلاح هذا مستحيل. هل يعقل ان الحلقه كامل راح تكون هني؟ معقوله يا جماعه راح تكون الحلقه بالكامل هني وما راح نقدر نعدي؟ معقوله؟ لا، هذاك ليش ما مات؟ ما ادري، ما فهمت. قاعد احاول اكتشف اذا في خلل، في شيء غلط قاعد اسويه. ما في شيء غلط، كل شيء صح. اوكي 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 اوكي، لحد الحين امور ماشيه لين السلاح يخترب علينا، واكيد راح يخترب علينا بعد شوي 100%. هذا مودع. اوكي هلش. اوكي مودع 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 مودع، الحين بيخترب اكيد. البعيدين هم اللي اعاني معاهم اكثر شيء. اوكي خلاص طلقت عليه يا اخي، رمى اللي عنده طلقت عليه وطلع الصوت ان انا صايد. حتى هذا والله. تكفى تكفى، طلقت عليك طلقت عليه مرتين لازم. الحين في حد، شنو هذا؟ اوه ماي جاد، يا خلصنا من الاحمر جانا الازرق. متى بخلص انا؟ عشان شيء يا جماعه طولت في اللعبه هذه، ما نزلت لكم الحلقه هذه الحين. انا شوف ايش قاعد يصير. اوهو يا الله، قاعد اطلق صح قسم بالله. اوهو يلا يلا، انت لا تطلق لا تطلق. ايوه ايوه ها. طبعا بعد الاخضر بيجينا الاحمر، وبعد الاحمر بيجينا الازرق. يا رب الازرق يكون اخر واحد. مشكلة الازرق كيف توصل له اصلا؟ ازرق بعيد. اوكي ايش هو؟ صدته صدته صدته، بس ما نحس. لا انحسبت انحسبت انحسبت، هذه بعد انحسبت، هذه بعد انحسبت، وهذه بعد انحسبت. زين، غيره 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 اللي هناك. يس صدته، صدتك صدتك والله صدتك والله صدتك. اوكي الحين الازرق، الحين الازرق اتوقع. يب هذا الازرق، اول مرة او ثاني مرة الحين نوصل. يحتاج ضربتين الظاهر. تكفى تكفى تكفى، اطلق صح اطلق صح اطلق صح اطلق صح اطلق صح اطلق صح اطلق صح. ما مات، باقي لي قلبين باقي لي قلبين. لا 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 يا اخي، اطلق صح اطلق صح، قسم بالله صحت وخلصت. يا اخي شيء مو معقول، قاعد اوصل بعيد قاعد اوصل بعيد. يا اخي السلاح خربان، نزلوا تحديث. يلا اول قلب يروح، اول قلب يروح. هذه اللعبه اللي تحتاج تحديث. لا ترمي. اوكي الحمد لله ما راح القلب حقي. واحد فوق واحد فوق، خلصت عليه خلصت عليه خلصت عليه. الحين الاحمر اتوقع، الحين دور الاحمر. هذا الاحمر، لا تطولونها معي لا تطولونها معي. لا ترمي لا ترمي شيء تبع، لا ترمي شيء لا ترمي شيء. اوكي واحد هناك، يا رب يا كريم الحمد لله. لا ترمي شيء. ها هذاك رمى، صدته انا توني قبل شوي. باقي واحد، اخترب السلاح اكيد. المهم صدته، بس اتوقع ما انحسب، يعني حتى ساعات الصيله ما ينحس. حبيبي صدتك 70 مره، خلاص. اوه بخسر 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 بخسر. اخر قلب اخر قلب اخر قلب. يا عمي قاعد اطلق عليه 70 مره ما قاعد يموت. اعرف بعرف انا الحين مسوي اللعبه من صدقه من صدقك. اللي هناك اللي هناك غثيث، قايل لكم البعيدين غثيثين غثيثين. يا اخي موت والله العظيم، مشكلة. اوكي يلا، عندي قلب واحد رايح. وصلنا الاحمر وصلنا الاحمر، اللي جنب الشجرة مستحيل، اللي جنب الشجرة مستحيلين. اوكي هذا ودع هذا ودع. لا ترمي لا ترمي، اللي داخل بعد غثيث، اللي داخل بعد غثيث، اللي جنب الشجرة. لا ما ابي احد جنب الشجرة. رمى عليه ثنتين. اللي جنب الشجره ما اقدر اصيده، اللي جنب الشجره ما اقدر اصيده يا اخي. بعد مره بعد مره بعد مره. يا رب يا كريم يا رب يا كريم، اي واحد بعيد بعاني معاه. شوفوا هني قريبين سهلين،
اللي فوق البيت يعني مو سهل واجد يعني يعني الجانب الشجرة هذا أصعب شيء ممكن لأن السلاح شوف أنا ما قاعد أحرك السلاح لحاله يطلق تحت وفوق أنا ما قاعد أحرك أنا ما قاعد أحرك ما قاعد أوديه فوق وتحت يلا 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 جنب الشجرة جاك الجنب الشجرة وصادني بعد وصادني هذا ودع هذا ودع لا ترمي لا ترمي لا ترمي لا ترمي عطيته واحدة ما مات 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 كلهم قاعد يرمون راحوا قلوبي راحوا قلوبي الجنب الشجرة ما قاعد يموت الجنب الشجرة ما قاعد يموت انت ودع انت ودع لا ترمي لا ترمي لا ترمي شكلي خسرت شكلي خسرت الحين بيجيك الأزرق أي مرة أموت أوكي رمى 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 موت ما مات لا مات 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 لازم مرتين الأزرق لازم مرتين يا أخوان في أحد قدر يكمل المرحلة هذه في أحد قدر يكملها معقولة معقولة أوكي أوكي مرة ثانية يخلكم خلكم هني خلكم هني والله أحسن شيء يخلك هني خلك هني لا حيطلع لا حي صدته يخلكم هني جنبي 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 كفو 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 الأحمر وين الأحمر بيجيك صدتك ها صدتك لا قاعد تستهبل علينا أنت بعد صدتك قاعد تستهبل غيره صدتك بدون استهبال بدون استهبال صدتك بدون استهبال أوهو داخل البيت صعب صدته 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 مرة ثانية أوكي صدته راح مني قلب أنت موت أنت موت أنت موت لا ترمي لا ترمي لا ترمي لا ترمي لا ترمي دنا الأزرق دنا الأزرق أوكي صدته صدته لا جنب الشجرة جنب الشجرة لا صدته مرتين وصادني وبعد هذا بعد صد صدته موت يا الله موت 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 والله تعقدت والله تعقدت أصعب مرحلة هاي أصعب مرحلة في تاريخ الألعاب أصعب مرحلة في تاريخ الألعاب شنو هذا هاي متودع داخل البيت داخل البيت والسلاح يروح يمين يا الله أطلق صاع أخيرا أنت لا ترمي شيء وأنت لا ترمي شيء أوكي في أحد وين فوق صدتك 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 يلا روح 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 جنب الأحمر هذا صدته يا رب ما يجينا حد جنب الشجرة يا رب مع بالذات الأزرق الأزرق لا يجي جنب الشجرة ولا الأحمر لا الأحمر ولا الأزرق لا لا صالوني صدته صدتك قسم بالله صدتك روح روح بيخسرني باقي لي قلبين بس باقي لي قلبين المشكلة إني صدته إنزين الأزرق وين داخل ورمى بعد رمى وصادني رمى وصادني غيره رمى أنا خسرت ما قاعد أصيده مو قادر أصيده مو قادر أصيده يا أخي ما أدري إيش أسوي شلون أعدي المرحلة هذه يا إخوان تكفون خبروني شلون أقدر أعدي المرحلة هذه مستحيل مستحيل خلاص خلاص صعوبة مستحيلة إنزين على الأقل أعطوني قلوب زيادة أعطونا 10 قلوب أحتاج 10 قلوب حرفيا أحتاج 10 قلوب عشان أقدر أعدي زين يا أخي موت 10 قلوب عشان أقدر أعدي المرحلة هذه أنت خذ أنت خذ غيره فوق الشجرة ما رحت إلا هناك ما رحت إلا هناك هذا مودع أوكي خلصنا من الأخضر على السريع خلصنا من الأخضر على السريع خلصنا من الأخضر على السريع جانا الأحمر الأحمر أول واحد شلناه ثاني واحد شلناه أهم شيء ما نروح جنب الشجرة أهم شيء أهم شيء ما نروح جنب الشجرة أوكي تعال أنت إيه موت موت أوكي جاك هني حلو حلو أماكن ممتازة رمى وصادني يا أخي بسرعة رمى يلا أنت موت مات جنب الشجرة بعد صدته صدته لا 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 أوكي صدته مرة ثانية صدته مرتين أوكي شوي 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 أزرق أزرق ودع لا تروح جنب الشجرة يا أخي لا تروح جنب الشجرة يا أخي يلا أوكي مات 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 لا ترمون بسرعة لا ترمون بسرعة انت موت انت موت انت موت انت موت باقي اثنين اخ يا اخي السلاح ما اصير اشتري قلوب ما اصير ازيد قلوبي والله احتاج قلوب قسم بالله يا جماعه احتاج قلوب ما اقدر مستحيل اللي قاعد يصير احتاج على الاقل 10 قلوب عشان اقدر اعدي المرحله طبعا هو لو سلاح ممتاز كان عدناه من اول مره من اول مره كملناها بس السلاح خربان وما لقيت حل يعني ما في حل ثاني إن مثلا أسوي شيء والسلاح يطلق في مكان صح أو لو دائما يطلق فوق لو دائما يطلق فوق
كنت بقدر اوزنها شوي. شوفوا كيف، شوفوا كيف، ما اقدر اطلق عليه. انزل تحت يودي فوق، يودي فوق، ينزل تحت. يا الله يا الله، من اللي قاعد يصيدني؟ انا شكلي على اليسار كلهم. يا اخي مستحيل السلاح. يقهر 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 اخر قلب، قسم بالله يقهر السلاح. لو رشاش بعد اهون، مو رشاش. المحاولة الاخيرة، صوتي راح. المحاولة الاخيرة، ما رحت لجنب الشجرة، او اخر مرحلة، اخر محاولة قصدي. يا القهر، اطلق طلقتين ورا بعض بنفس، بدون ما احرك السلاح، كل طلقة تروح في مكان ثاني. يا اخي في شيء يقهر اكثر من هذا؟ في شيء يقهر اكثر من هذا؟ اتحداكم، اتحداكم، في شيء يقهر اكثر من هذا؟ مستحيل. وين؟ ايوه صدته، صدته. بحاول دائما انزل، بحاول دائما انزل. اوكي صدتك ترى، صدتك ترى، صدتك ترى. مات. لا تصيدني انت، لا تصيدني، لا تصيدني، لا تصيدني. غيره غيره، فوق 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 فوق. هي صارتني، هي صارتني، هي صارتني. راح مني قلب، راح مني قلب ثاني. يا اخي موت. اخيرا وصلنا الازرق. يا اخي مستحيل اطلق. ما قاعد احرك السلاح، ما قاعد احرك السلاح، ما قاعد احرك السلاح يا جماعه. اعطوني حل، لايك واشتراك تابع المقاطع هذه. سلام.